السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام معنا في هذه الحلقة من برنامج ليالي رمضان. في هذه الحلقة سنحاول التعرف أكثر على شركة أطباء نجدة موريتانيا والعمل الخيري الذي تقوم به في هذه الفترة الحرجة من الفترة التي يعيشها العالم بشكل عام وبلدنا بشكل خاص. التدخلات التي يقومون بها من أجل مساعدة المرضى لحصولهم على الأدوية أو إيصالهم إلى المراكز الصحية. نستضيف للتعرف على عمل شركة أطباء النجدة موريتانيا الدكتور أحمد كلي واللامة، طبيب عام. أهلا بكم دكتور. مرحبا وسهلا بكم. أهلا بكم. أيضا سنحاول الغوص أكثر. كنا في حلقة من الحلقة الماضية تعرفنا على العمل الخيري الذي تقوم به جمعيات دعم مرضى الكلى والفشل الكلوي. وكانت اليوم مستضافين المهندس مصطفى السالك والحمادي رئيس رابطة موريتانيا أمل لمرضى الكلى للتعرف على المشاكل التي يعاني منها مرضى الكلى والمساعدات التي حصلوا عليها حتى الآن من طرف سواء كانت الحكومة أو الجمعيات الخيرية، والفرق أيضا ما بين الجمعية الخيرية والرابطة رابطة موريتانيا أمل لمرضى الكلى. أهلا بكم مهندس مصطفى السالك. مرحبا بكم. سهلا بداية نبدأ معكم دكتور أحمد كلي، تعرفونا على العمل الذي تقوم به شركة نجدة أطباء موريتانيا أو أطباء النجدة موريتانيا، ونعذر ذاك ندخل في جانب طبي تعطوا نصائح طبية للمشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شركة أطباء النجدة بالأصل هي شركة خاصة للخدمات الطبية المتنقلة، لها سنتين هي في الخدمة، وعندها خدمات طبية للاستشارات المنزلية والنقل الطبي. لكن في بداية هاي الأزمة ارتينا كمساعدة للجميع في هاي الفترة اللي صعيبة على الناس كاملة، اللي بدأت فيها أزمة كوفيد 19، وخاصة مع بداية ملي كوفرفة مع الحارة التجوال. ارتينا عنا نقدم مساعدة. هاي زمن الناس كاملة، زمن المساعدة، الناس كاملة تقدم مساعدة، وارتينا عنا نقدم مساعدة تتمثل في فتح هاي الخدمات للجميع. وبدينا من يوم 19 مارس. بدأت الخدمات من يوم 19 مارس لحد الآن ما زالت متواصلة، ونرجو إن شاء الله إحنا التواصلين توفى هذه أزمة كوفيد 19 إن شاء الله راجعين عنها توفى عنها بالعجلة إن شاء الله. الخدمات منها انكم تجيبوا لرقاش الدواء، والله كنت ترفدوا الشوره اذا تدفن لكم عنه مريض ودور يلحق الطب وهو ما عنده تصريح باذن التجوال. الخدمات تتمثل بهذا، عندنا رقم مفتوح 44-07-99-96، حتى كان عنده مشكله طبيه يسوى شنو يتلفن عليه. وعندنا ملي تعاون مع الخليه الخاصه للوقايه والنجده الشرطه الوطنيه على رقم 117، حتى تلفن لهم زاد هما يحاولون اتصاله في حاله عنده مشكله صحيه. حتى كان عنده مشكله صحيه يتلفن على الرقم، والله يتلفن على 117 اللي منهم يتلفن عليهم اللي هي يجبر طبيب هو اللي يجاوب ويشوف حالته، اذا عاد حالته ولا حد يعطي حد يكون سي والله شيء يعطيه دي يكون سي وتوفي على الاخبار، اذا عاد حد مريض ولا بده حد يجي طبيب يجيهم اللي طبيب يشوف حالته يكتب له الدواء، اذا عاد حد مريض حتى ولا بده له من النقل شور الطب ولا لا حالته متينة يجيهم اللي سيارة اسعاف وتنقلوا شور الطب. ولحد ما اللي خاصه الدواء والله ما عنده دواء، سيرتو الناس اللي عندها الامراض المزمنه اللي هي فقد دواها في الليل ولادك هم اللي تلف على نفس الرقم، هم سياره مخصصه لتوصيل الادويه. وهناك ايضا ملي سياره من يوم 19 في الشهر، هناك سياره ملي نقل الموتى لان طرحت مشكله كبيره في المرحله الاولى. عندنا جبنا ياسر الناس اللي الناس الكبار اللي توفى المنازل وتنطرح لها مشكله من لا يمشي بها شور الطب، من لا يمشي بها تعدل اوراقها، من لا يمشي بها شور القصر، من لا يمشي بها شور لكن ملي كبار ملي سياره مخصصه لهذا النوع من الحالات. نعم، اذا شكرا لكم دكتور. مرحبا بكم المهندس مصطفى السالك. مرحبا بك. انا اشكر القناه عودتنا على هذا، كانت لها تعطينا شو الحلقات سنه وسنتين، والحمد لله باركم اللي طافنا
المنبر هم مرحبا بكم. شوفي انا الافكار اللي عندي لا نقولها بسرعه به قلت برنامج موضوعي لا نقول على نختار نفسها بالمرضى والمشاهدين الفرق بين الرابطه والمنظمه الخيريه. المنظمه الخيريه منظمه تمشي تجمع تبرعات للمرضى جزاه الله خيرا، هم ما يجمعون المرضى لا يعرفوا من اين يجبرون، وتمشي تتولدات وذاك دور ان شاء الله يجعل الله ميزان حسنات ان شاء الله. ولا نقول صعب لان الدوله انها ما اعطت بيمينها اخذته بشمالها، كيف ذلك؟ هي عاد تصفي تبرع عنها حصه للتصفيه ب 14000 وفي ست مراكز في نواكشوط وب 12 في الداخل وبعيادتين خصوصيات. واحده قالت الصفات تقبل لها الكنام 106 من الكنام، وواحده فيها تقريبا 200 تقبلها الضمان الاجتماعي اللي ضعيف اللي داح حد الماكينه المسكيه والطبيب اللي دق على القرش. هذا ما يلا يخليك يلا يفتحوا للتنافس عيادات اخرى، اياك يخليك تنافس ما تقعد عياده واحده مكتظ عليها الناس وعندها مشاكل فيها. هاول يلا كان يخلق وطالبنا به طالبنا به ومازلنا نطالب به عدم احتكار التصفيه. في منظمات خيريه جابون لا يصفوا ولا جابوا رخص. وفي عياده نعرف فرعين هون قالها الرجاء عندها من مكان لما خمس عمان ما جابوا رخص. يلا ينفتح يا كان لا يقدر يعتر عليه. لماذا يعتر عليه؟ لان المراكز العموميه قالبها تصفي للناس محيلي، ولين تبقى مرضى ما صفوا لا بتحد يصفي لا يموت، الدولة ما قابله ذاك، تمشيهم للعياده ويمشوا العياده انهم لا يفوتوا اسبوع يا يفوتوا عمان، انا اذا مشيت لا اسبوع شو العياده اللي فيها هذاك عامين ولا ثلاثه. اذا للعياده يلا يفتحوا عيادات اخرى ويلا من المراكز قاع الصحيه العموميه للدوله، يستثمر فيهم قاع الناس ما تقيس عيادات، عيادات يقسمها لا احد عنده كنام ولا عنده ضمان ولا عنده صندوق، ما يقسم المريض الفقير. بالله تزيده فقرا المشكله، ولا يقطع من البيكا جاي، وهو لا يعود ما عنده غذاء على الماكينه، هو ما عنده كذا، وما عنده بيسات. كان هو طالب رخصه ما يستاهل معاهم، حتى يتعطى رخصه، يعود عنده بيسات وعنده مطعم يتعطى رخصه. ضرب على عاد الحساب مريض فقير على جيبه وقاعد جيبه ما فيش. هذا الاحتكار. الفكره الاخرى لا يقول اعاقه، قضيه الاعاقه قضيه مهمه. مريض لك ما يعتبر معاقه. لانه مع الاسف وخر مرسوم قديم والبرلمان ما تكلم فيه على الاعاقه لا لعمه والطراش في الابكار اللي ظاهر. قال حد اختفى كلها في ما ينشاف ما عنده اعاقه، وفرنسا تعدل 80%. ومراقل المدني من دعم الدوله للمعاقي لانه ما ورقت لنا بطاقه، قال بطاقه المعاق في كربان ديتا عليها خطه احمر عليها كلب، عود قاعد الحارس يشوفنا والشرطه تشوفنا والناس تشوفنا ظهره ما ظهرنا، هذا قال اعاقه. اسمحي لي لا نقول تساوي المرضى في المشاكل، شفتي ذاك هذا اللي يخلق في الطب الكبير والله يقول لنا طونا الضعاف منكم، فعلا والله انا اعوذ بالله ما نقول في ما في واحدين ضعاف من واحدين، في واحدين قاعد تاكيل، في واحدين يشتغل، في واحدين يفتردون، يا خير مولي هو حد ما يعمل ولا يشتقى وعنده اسره وعنده مشاكل وعنده ذا كامل هو مولي ما يقدر يصنق. لذلك لا نقول احنا التبرعات والمنظمه الخيريه قابوا شيء، قال ما تقدرون تقول للدوله عموم الدعم وعموم المساعدات بتعدلهم الله. لا. ولحد الوقت كل عام يوعدونا بان الضمان لا يتحسن، يدخل فيه الغذاء. يا دولة قاع معدلنا عدله انجاز في حال تصفيه مره ثانيه. شوفي ذاك كان بالنسبه لي ما هو انجاز، لانه من حقوق الانسان، هو اللي ما تلقى هو ما تياس من الناس ما صفت، ساقط عدليه تصفيه. انا عاد عدله تصفيه لا دائره مواطنها ما يموت. وهذا واجب عليها. واجب. طبيعي. ويشكر على واجب. اللي كانت يلا يعدل قبيل، اسمحي لي، وان عمان عقدوا به، يعود هذا القضيه اللي هي تفهم يعني. هو مريض لك لليوم لا والله ناشف لا يجي له ماكينه كليه صناعيه مده 24 ساعه 4 سوائل هي تمشي الراسه. هذا لا بد من ضمان اجتماعي ولا بد من عمل ولا بد من قروض ولا بد من اذا قاعد سوي اصلا ضغطه اللي جرى له هذا كانت المشاكل ما بطاط مشاكل صحيه ومشاكل اجتماعيه ما يقدروا يفرقوا ولا بد من وزارتين ينسقوا فيهم ويتكلموا فيهم. وهذا قاعد خصوصيين خلينا من الخصوصيين خارجين نصا مشروعين الله يعجل به. واحد مشروع الطب اللي وعد الله في الطب الكبير لحقوا لو ثلاث عمان وخالد مولي للي ينقال الزرع اللي هم اللي خمس عمان. هاول المسائل الثنتين ما نجروا عنهم باخرى. عاد نبيهم يك ساعه نرينا وزير سابقا طلع عنهم كلمات عاد ذاك ما ضر. ثالثا اشراك الروابط. ذا اللي يخلق مولي مهم تمو نحن نقولوا للمرضى تمو عاد فيش معدته دول نثمنوا ولا عاد فيش نواقص مولي نقولوا نعم نحن. إذا شكرا لك مصطفى، نزلنا له نرجع لك تكملة النقاش الظروف العامة اللي يمر بها مرضى الكلى. شكرا لكم. مرحبا دكتور، نختاركم تتكلمون عن الأمراض اللي دائما يجوكم المواطنين اللي يشكوا منها فترة رمضان اللي تنتشر فترة رمضان، النصائح اللي تقدمون هذيك الأمراض بعد كاع شنو هي أنتم أولا تعرفونا بها، بعدين تكلموا عن النصائح اللي ظاهر لكم عن رياضتهم يتبعوها ياك
يقدروا يتقاوى الإصابة بفترة الصوم. شكرا. حقيقة الأمراض الموريتانية اللي قرب رمضان يبداو ياخذوا يوصل من الأمراض اللي ما كانوا تكثر المجبنة، خاصة اللي قالوا المجبنة، قالوا المجبنة اللي بأنواع وأشكال اللي مثلا ما عندها تعريف كبار ذاك ولا تخمريزة كبيرة ينقالها المجبنة. هذه هي من أكثر الأمراض، لأنهم الأمراض الأخرى كاملة عندها أعراض أخرى وعندها فحوص قد يعدلوا لها. إياك قد حد يبت فيها كانها خارقة ولا ما هي خارقة، إياك عراها كام ولا يصوم ولا ما يصوم. أكثر الروايات جاء للمجبنة، ما يسمى المجبنة شيء غير محدد. عندي صاحبة تقول توجعها روحها. إيه وارع ذاك إنه أنا يوجعها شيء وأنا فيه شيء يرجف وأنا فيه شيء هي شيء ولين إيش ترقد إيدي ولا ترقد كراهي ولا إيش. روايات اللي مبهمة اللي حقيقة علميا في الأكثرية ما عندها معنى، في الأكثرية أكثر هي نفسية من هي عضوية. وهذه هي المشكلة الكبيرة، يعني المجبنة وضع بعض ينقال وهذا ينقال بعد المجبنة في الطب هو مرض عضوي ما هو مرض نفسي. والناس تقول لك لا لين يخلق لي شيء تخلقها مريضة نفسية تقول لك ذاك بيا المجبنة، هو العكس، هو المشاكل النفسية هي تجيب المجبنة. ما هي المجبنة هي اللي تجيب قلت رقاد وقلت التمونيك وقلت لا قلت رقاد وقلت تمونيك هو اللي يجيب المجبنة. أنا احنا دائما السبب هو النتيجة. وهذه من أكثر نحن لسه نعيشوا في موريتانيا، نعيشوا حياتهم كاملة ما فيها شيء منتظم، ما في حد يعرف الصبح اللي يعدل شنو. وذاك هو سبب عنه هم ياسر من ستريس وياسر من قلة تمونيك، أنك ما تعرف حقيقة أنا الصبح أنت شو هي منظم مستقبل، ما أنت مستقبلك ما تعرف الصبح اللي بتود رواية كبيرة من هذا الموصف اللي بتود أنا ما هم رواية عن باركور ذوق واضح. دائما قلق تخمم، أنت دائما تخمم كل دقيقة مخك يشتغل. وذاك واللي ما هو معلوم، ذاك هو الستريس، وذاك واللي ما هو معلوم في المجبنة. أنا موريتانيا يلتم يهد رؤوسهم شوي ويحاولوا عنهم ينظموا حياتهم شوي بحيث يعود هم نظام وهم رواية واضحة تحدي يعدل عليها المشاريع على طول مدة محددة ويشتغلها. ذاك دوري هي شيء يسهيه عن ذاك الستريس وذاك التخمام ويسهيه عن ذاك نوع الروايات. تأثير هذا النوع للصوم هذا حقيقة ما عنده علاقة بالصوم، لأنه أكثر هو نفسي من هو عضو. هذا نوع من المجبنة اللي قال خارج المجبنة اللي مولها عدلوا فحص وعدلوا راكور وعدلوا ذاك النوع وعدلوا فحوص وشاف ذيك الرواية ذيك مولها يفطر مدة حسب المرحلة، كانها حادة كانها مزمنة كانها ذاك حسب بعض ذاك اللي نتيجة الفحوص اللي يعدلوا. وهم روايات طبيا مفترى دوفيس مثلا حد خارج نوع من الأمراض اللي الكلى هذا مفطر دوفيس ما يصوم ما يقدر يصوم، هذا أحجار الكلى ما يقدر يصوم، حد فيه السكر اللي بدل من الأنسولين ولا السكر اللي ما هو متزن ما يقدر يصوم، حد فيه أمراض القلب والله معدل ذبحة صدرية والله معدل هذا ولا بدل من أدوية دائما هذا ما يقدر يصوم. وهمش مرويات فيهم خلاف المرأة الحامل فيها خلاف، لأن ود الحمل ما معه أي مشكلة أخرى تود مولات وتصوم لين تقول لا يتعسف الليل وتكثر الشراب وتكثر. بالمناسبة هم وثيقة قطوا عدلت بالتعاون بين مع مركز دائمة هذا كان ليه والمبالة وبين لوردر دي ميدسان من 2015 فيها شرح شامل بجميع الأمراض المفترة والأمراض اللي فيها خلاف، فهمت؟ وثيقة مهمة من 2015 هي خارجة ومهمة في هذه الناحية. نعم، إذن شكرا لكم دكتور مصطفى. نرجع لمواصلة الطريقة اللي تتلقوا بها العلاج في الأطباء في موريتانيا هناتيا. نحن كل 24 ساعة نقيس الكلية الصناعية ندفع عليها 4 سوايا وتعدل شنو قالوا تصفية الدم. هذه العملية لاحظنا فيها عدم جودة من هون ودون، بها دروس في مكان عادي درس صيانته ما هي صالحة وفنيين هم اللي ما هم مكونين، وهذا قاعد رافع للدولة بهالينين اللي خسروا المكان لا بد يجلسوا المكان بياسم الفضل بعد قاعد صامتهم تربحش من الفضل ولاتهم هم اللي يخسروا. هذا المهم عندي السجل اللي نبقي نسجل مثل ثاني هذا ضمان الطاولة إن دائما الخير يمر بعد منه يعطوه ضمان شهادة فقر عنه تم شيء صافي غير صافي في بلد واحد معروف اللي ينظر كان اللي صافي في الحياة نقيس الطبل الكبير في الليل وارم يقول لي ما نصفين نقيس الحياة
يعني لذاك المركز اللي كان يسجل لك. إلين يجوني الغدد شهر الغدد عن السرطان فيه مكاين وذا كامل ما قد عدل شيء. قلب ما يعدل شيء. خالق لذلك الماكينة مقفول الضمان لذلك الماكينة اللي صار فيها 4 سوايا. بس. إذا خسرت ذيك الماكينة. أنا لا ذاك لاقي سوبي ماكينة أخرى. أنا لا ذوك 4 سوايا. لا هنا قدم هذا قابل الدولة من 10 عينات والله قاعد نوصل عاد ذاك ما مسجود بشيء والمراكز الأخرين ما فتحوا فيهم اللي أنا مريض. إذا عندي غدة ولا عندي شيء يلا طب الغدة ولا طب القلب تنفتح له الضمان اللي ما مفتوح وطبه وخر ملي قسته في الداخل يصفي لي بيد المسافر يقول له طبابي هون الستة مين يخصم منهم واحد من قسته وخر ما يصفي لي هذا الضمان طالع أكبر وكأنه أصبحنا قاع شاكين فيه شاكين في إنه ما هو حقيقي به المقبولة لا على ذو خارج من ذلك قال كل عام في موعود لا يحسن لا يحسن لا يفتح على ما ما هو حقيقي قصة شنو هو؟ ما هو حقيقي لهذا ما هو صالح أنت تقبل مني؟ زادته دون طموح شوفي لا 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 لا, لا صاحب الكلى لا بده يخرس كبته وقلبه وعينيه وريته هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تداعى له سائر جسدي بالسهر والحمى هاو المراكز الأخرى يقول لك ما في عمل ما أنا فاتح ضمانك ما خلص لين العلاقات اللي عاقل فيها أنا خلصوا لين المسمار اللي شفناه قلتيهم خلصوا ضمان قاوته دولة لا شامل يقال ما تنبغى منه داحة 4 سوايع تنقي الدم تنقي تملي الدم فيها إن فينا مريضة تلمت عليها نهار رقاس باريس طفات هون صفحة في باريس قالوا لها دمكم موسخ 70% لكن الآلات اللي ماشين 70% هي في تونس أنا صفيت 40% تنقية الدم منين تقول قاعد الدم تصفية جودتها ما يصير وإذا قلت لك كامل النواقص خالق عاد ذاك تآزر هذا اللي ذكرونا عن ذاك وعن الموضوع اليوم اللي قالوها جاء الصلاة لك بالفكاتير قال كأنها لا كأنها وعاتهم علينا احنا قلنا لا ينقضوا عنكم الموضوع ولا يتقبلوا خلاص هذا سمعنا شهر ولا يجيكم مساعده عيني هذا راكم شهر الجامعه لا فكاتير هم فاتوا جامعه من ذاك المساعده والله ما اللي قال ان هذا صعب تاخذ نايم مشوا لكم عدادين يخلصوا جي بي اس قمر صناعي يخلصوا براك احنا قال قمر صناعي احنا قال لا ممكن لا يترش من الناس مبرك عند وحدي شي جاي من باديه مبرك عنده يعني توصف دار الضيف اللي ساكن عنده علينا الدوله ما هي حاله عينها في معاناه هذا المريض اللي انت تفهمها ثاني هي البرلمان ابدا وذني هذه ما قد سمعت نايب ولا برلماني طارح قضيه تكلم عني ريتهم قطريت منهم 5 ولا 6 غير قاعد لهم مالي تقول لا سياسه ولا روايات خرط والله الله يهزوني روسهم ولا يعدد خالد مش الحمد لله لا اعلام كنتم هذا جزاكم الله خيرا هو اللي بعد مبرد علينا نقولوا بعض اسمنا توجعوا في القنوات وذي الصحافه اذا الدكتور اذا تمت نصائح تقدمها للاطباء للصيام انهم تم يتبعوها فتره صومهم فتره رمضان اصلا قاع اصلا فتره الحمد لله تعود الموائد الافطار تعود الحمد لله الناس هاك اللي تقدر تجبر كامل ماشي ديروا في رمضان وذاك من الامور زاد دعيات سبب بعض الاجهاد الجهاز الهضمي تغيير النظام الغذائي زايد ذيك الروايات خاصه جماعه هذاك اللي هذا حظر التجول وعاد الناس اللي قاعده وذاك سبب ياس المشاكل يعني رمضان لا بد له من نظام غذائي ولا بد له من تنظيم للغذاء ونوعيه الغذاء لا بد له الغذاء فيه سكريات وفيه نشويات وفيه لحوم وفيه عود ديفيرسيفي عود متكامل والطريقه ملي اللي ينقبض بها الفطور يالتها تعود ملي طريقه ملائمه ما هو هذا من الناس اللي يجي يسمع الفطور ويتقافس مع كاملين يلحق مرحله قاعد يجهد روحه ويجهد الجهاز الهضمي والمعده ويجهد كامل ذاك ما يتواسى حد يبدا بفطور عادي كما قال رسول الله عليه السلام تمر وماء هم الاولين هم شبه اللي واكش من نشويات نشا والله سوب والله شيء عادهم شويه حلويات ما هم ياسرين ولا هم كل ليله الحد ما فيه السكر ولا فيه حد عنده السكر ولا هم اللي يحرك وذاك النوع قدمه وابري استراح لين يمضي الشيء إذا عاد قد يعدل رياضة يعدلها في وقت قد يتحرك شوي مدة ربع ساعة نص ساعة يعدلها وطري يجي العشاء وطري يستراح ويرقد ينعود في الليل يقبض سحور خفيف كي ينشا والله كيف رواية سائلة تعود تساعده في الطاقة مدة النهار كامل هذا حد عدله تقول لي ما يتعلق بالرياضة فهذه فترة حظر التجول الناس عاد شنها يعدلها دحمي السابق وقت الفطور من رأي كان الصايم عنده قاع من الطاقة اللي قد يعدلها في الوقت الرياضة الصايمين ما هم واحد حد مازال صغير
صايم ذاك النوع، ذاك عيال تقول لا بالنسبه له لابد له منبه اللي تلهي يعني حق وقت الفطور، ذاك النوع الناس اللي عندها جسميا تحتمل ذاك النوع، غير كثير الناس ذاك ما تحتمله، لانه لا باس تاخر الوقت باش الطاقه خفت عند الرقاش به له يظل النهار كامل ذاك يبدا ينزل السكر ذاك لا ريزيرف كانت عندهم مع الصباح تبدا تناقص. الرياضه وقتها المعلوم لين يفطر حد يمضي نص ساعة ولا ساعة ورا الفطور في ذاك حالة التشوه، هو قد يعدل حد في داره كل وار 5 متر قد يعدلها فيه، قد يتم يعدل ذاك كل وار مدة ما هي موكة يقال هو لا حد يتعايش مع الظروف اللي موجودة وتو لأن ذاك إلى خارج قدام مشكلة ولا تواصل فقط مع الناس عاد توخر وطرحت مشكلة كبيرة لأنه ما عاد عنده طرحين مشكلة للقوى السلطات الأمنية الناس متوخرة الناس العليات سرتو ده يجروا في الليل وهذا طرح مشكله امنيه في ظل هذا الحاله الصحيه اللي عايشين ذاك اللي يخيض فيها ما هو مطلوب. نعم. والله انا ان كان من كلمتين اخيره يا اعطيت صوره سوداويه ما هي سوداويه ده الواقع المر هو اللي يقال المجلس يقول لك انا وياك تقول حد انقل الصوره يقول يقال المجلس يقول المجلس فهم امل لاني وزير الصحه غيره وزيرة الشؤون الاجتماعية اعتمدوا رابطتنا، ما كانت معتمدة لكن حد شاكر فيها. وهذا شاكلهم عليه، اعتماد الرابطة اللي فهموا عنها هي اللي تجيب لهم الإهمال اللي تحتهم لحقوا لهم. وهذا انفتاح. وزيرة الشؤون الاجتماعية جزاها الله خيرا أعطتنا أمل، اللي رفعت قالت لنا خالقين قروض لا يعدلوا للنساء اللي صفوا ما كانوا معاقات لكن قاموا يحسبوا المعاقات، أعطت أمر عنهم يندمجوا. مشات رسالة للوزير الأول عنه يقبض الدواء عنه اللي كمل. نعم يقضى عنه الادويه نعت هذه الرساله ومشات مولي رساله للتآزر عنهم عجل لله يجيبوا المرضى يجيبوا اذا قائمه بالواجب وعندها مولي اندفاع للقضيه وهم هذا التراكم اللي سبقها تحاول كانت نداء الاخير الى رئيس الجمهوريه دور رئيس الجمهوريه جزاه الله خيرا يعطي اوامر الوزير الاول بيد الوزاره الاولى ما تجاوب حتى مع الرسائل المعدله من السنه ما نعرف من يجيش ولا نعرف هي تنسق بين الوزارات الثنتين كوزير الاول دوره يعطي سنيال مانع لان قضيه الكلى لا بد من اراده سياسيه، هي 800 مريض تصفي والله 800 اسره في المعاناه شريحه كبيره وفيها النساء وفيها الاطفال وفيها الشيوخ وفيها هذه لا بد لها من يعد لها مركز كي مركز الكبد ومركز العظام ومركز كي معدل في العالم، ما تود داخله في الطب بين مدير الطب ما وصل عنده 100 مصلحه. نعم. فالكلى 800 اذا هذا وجهه. ثانيا موجه رئيس الجمهوريه هناك مشروع الزرع القطن بدا وفوتوا سنتين وكونوا الاطباء وجابوا البلوك قال لهم لا يزرعوا به وبداوا مولي له سنه نائب. ذاك هو الله ينقذ الدوله بهذه بدل من تصغير في مريضه 30 سنه شيل ملايين ما يوفر يدير له قاع كل 5 ملايين قاع يرجع هو قاع صحيح قاع في الطبيعي قاع ترتاح منه. نعم. لا شفت البريزيون على اخبار هذا اخبار الزرع اخبار الزرع هم الثانيين طرحت وعاد الكون والاطباء جات قدامهم مشكله كبيره. موريتانيا ما عندها من الزرع ما هو الزرع من الشخص قريب شخص قريب لقاش قريب قريب وما زالت هذيك المشكله ما زالت مشكله المتبرعين ما زالت مطروحه فهمت من هو المتبرع؟ ما هم نحن موريتانيا جات الزرع يعدل صفات خارج الزرع في اوروبا وذاك النوع الزرع اي حد توفى ينقبوا جميع اعضائه وينزرعوا في العالم الاسلامي في الاكثريه هم تحفظ عن الزرع ما يخلق الله من رقاج حي شور رقاج حي وذاك ما يقدر يصح فيه مول كله والله الكبد طش من ان بارتي من الكبد يقال لابد من تجبر حد متبر هذا من اكثر المشكله المطروحه الكبيره نفتح لها مركز لا تبقى ما خالق هي فات افتح وفات وقط وعدلوا محاوله فهم وكانوا يحضروا المحاولة أخرى عقب تراجعوا عنها تراجعوا عنها هلها السبب بينهم ما مثلا ما المتبرع تراجع ما أعرف السبب شنو هو ما تقدر تخرج ما أنت ما يقدر ينزل لك ما هو لا جبت أنت لقاش لا يتبرع لك التبرع نحن شفنا أخ تبرع أخوه وجو عدد الرابطة المتبرعين يعدل فيها تحسيس
من التبرع الدالي يجي يخدم لك ذكي تبرع الدم. ديك الساعه كان الدم ينطي يعطي يقول لك وعلى انا ينطي على بعرف ما تبرع بالدم. نعم هذه قضيه ما هذا الشعب وعاد فيه تحسين دور المجتمع المدني يفهموا عن التبرع بالكذا لانه ذاك تبرع ذيك من اكبر العوائق ذاك. نعم اذا شكرا لكم ضيفي الكريمين. شكرا لك دكتور احمد كلي. لا عندكم كلمه خير تختار تقولوها باسم شركه الطب. نحن قايلين لا نقول روايه واحده بسبب هذا المرض ذاك اللي نحن فيه عن الان تم في اليقظة لما فاتوفة إن شاء الله يعودوفة يقار حسب المعطيات كاملة عن هذا ما فاتوفة والعالم الأخر ما فاتوفة منه ومازال محيط بنا من كل جهة. معناها اليقظة ما لا يتم حد في اليقظة ويتم اللي ذوك أسباب الوقاية كاملة يتم اتباعهم لأنهم هم ذلك الحاجة الوحيدة اللي يتسلفنا إن شاء الله بإذن الله بقدرتهم اللي أنا معنا من هذا الوقت. شكرا لكم دكتور. شكرا لك المهندس مصطفى السالم. إذن في ختام الحلقة تقدم بالشكر الجزيل لضيفي الكريمين دكتور أحمد كلي ولام طبيب عام وأيضا مالك شركة أطباء نجدة موريتانيا. شكرا لك دكتور. شكرا لك المهندس مصطفى السالك الحمادي رئيس رابطة الموريتانية أمل لمرضى الكلى. شكرا لكم. شكرا لكم. إذن شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وإلى اللقاء.